والافندي كمان شراني. فرقنا حبه يا شران. نعم يا استاذ. طقطقنا شويه يا استاذ. اول لقاء كان في مبنى التلفزيون مع الاستاذ اسامه انور عكاشه، وكانت بقى الاستاذه سهير المرشدي صفوه ليالي الحلميه من النجوم قاعدين. استاذ اسامه ما بيتكلمش خالص، قاعد بيتفرج عليا من ساسي الراسي. واهم حاجه عند الاستاذ اسامه ان انت تقري اليمين اللي هو السيناريو، شرح الشخصيه وشرح للمشهد وهو عايز يقول ايه من خلال الحوار، والمفروض اللي كانت تعمل البروفا الاستاذه سهير المرشدي لان هي كانت طالعه عمتي. فهي بتقول ايه؟ ساعات كده يعني اقوم اجيب الحق وانقر عليه واغني. فقلت لها اسكتي يا قبلتي، ده انا بخلي زكريا ينزل من هنا واتحزم واقف قدام المرايه وهاتك يا راس. والسكر غالي وانا حايله. فرد الاستاذ اسامه قال له دي تعمل حمديه وام حمديه وخالد حمديه. ومن هنا ابتدت علاقتي بالاستاذ اسامه انور عكاشه، اب واخ وصديق ومعلم. هو عنده ست محركه جدا للاحداث واساسيه جدا. ولو تشوفي كم بطلات ليالي الحلميه وكلهم مؤثرين، وكل واحده ليها طعم مختلف وليها ستايل مختلف وليها لغه حوار مختلفه وليها احداث مختلفه تماما. انا بالنسبه لي كانت زهره نفسي اعمله يعني، وهي صغيره كده. فايه قلت انا الله يا رب يعرضوا عليا، انا الاستاذ اسامه بيحبني قوي فاكيد هيجيبني في دور زهره وكده. فما جابونيش فسكت. وبعدين لقيته بيكلمني في الجزء الثالث، قال لي تيجي معانا في ليالي الحلميه؟ قلت له لا انا زعلان، انا كنت عايز اعمل زهره كده. قام قال لي طب ايه رايك بقى هتعملي شيرين وهتشوفي شيرين ده هياثر مع الناس ازاي. مش مستعده تتحمل ايه؟ الشعور بالذنب اني بعد ما استقيل واسيب الجورنان واقعد في البيت عشانك تسيبني وتروح لزهره؟ كل الادوار احلى من بعضها. يعني انا لو بيتعرض عليا سيناريو لاسامه انور عكاشه وهو ما قاليش الدور، انا هحتار اعمل دي ولا دي ولا دي، لان كلهم اجمل من بعض.